بسم الله. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. هذا النشاط اليوم هو في طبعته الثانية أقمناه لكي نبحث إشكالية كبيرة. طبعا تحدثنا عن ضمان الحريات الدينية خلال الدستور الجزائري وكذلك القوانين المنظمة، ومن خلال القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين تحدثنا في هذه الندوة اليوم، وسيتحدث الأساتذة الأفاضل بمشاركة الكنيسة الكاثوليكية والإنجليكانية الموجودين معنا في هذا اللقاء، والأساتذة وجامع الجزائر وكثير من الحاضرين لما يسمى بالقيم المشتركة التي يحتاجها الإنسان اليوم. قد رافعنا منذ أيام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو 10 ديسمبر من كل سنة أن يحمى الإنسان في كل المعمورة، وتحمى ديانته ويحمى مكان عبادته في وقت نرى فيه تهديم المساجد وتهديم الكنائس وقتل الأطفال. الجزائر مساهمة في لملمة هذه الجراح وتعين إخواننا في هذا البلد وتقيم العلاقات مع الديانات الأخرى الموجودة عندنا، ويمارسون شعائرهم بكل حرية ضمن القوانين التي يضمنها الجزائر ويضمنها الدستور، دستورنا الذي نفخر به وهو دستور الجزائر الجديدة.